هذا أحد الجوامع الثانية اللي شفناها في مدغشقر في مدينة أنتسيريبا. ما شاء الله عليه، جامع باين عليه كبير وجميل جدا من جوا. هنحاول ندخل. مسكي محمد الخامس، محمد الخامس هذا اسمه. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. سافا بيان برادر. ما شاء الله. السلام عليكم. سكولا. هذا المسجد هو عبارة عن 5 صفوف فقط مع خط الإمام. ما شاء الله الزخارف الإسلامية في كل مكان. هذا we met a brother from India. أهلا وسهلا. مرحبا. السلام عليكم. ما شاء الله very beautiful very beautiful. هذا أصل المكان كيف يصلون. هذا المخرج، هنا الوضوء، هنا يتعلمون اللغة العربية. السلام عليكم. مدرسة تحفيظ القرآن واللغة العربية. ذهب أكل جلس. ما شاء الله. هنا الطلاب يجلسون. بكو دو زيتونيان؟ وين؟ هم تامو أفا. ما شاء الله. شاك مكرتي بريميتي سامتي ديماش. أربع أيام في الأسبوع للكبار والصغار والنساء والسيدات. ما شاء الله. الله النساء والسيدات. ما شاء الله كبير جدا. حكى لي الآن إنه دائما ممتلئ كل الصلوات تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. It's very beautiful. حتى الزخارف اللي فيه.